حدثنا أبو النضر قال حدثنا المرجى بن رجاء اليشكري قال حدثني سلم بن عبد الرحمن قال سمعت سوادة بن الربيع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأمر لي بذاود ثم قال لي إذا رجعت إلى بيتك فأمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ومرهم فليقلموا أظفارهم ولا يعبطوا بها ضرعا مواشيهم إذا حلبوا.